السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في قناتكم أفائل. معكم طارق كما جرت العادة باش نوصف لكم واحد العرض عقاري استثنائي وزويون وكنتمنى يعجبكم. قبل من كل شيء كنبغي نقول لكم ما تنساوناش بالضغط على زر ديال الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة ديال أفائل، لربما واحد النهار تلقى العقار اللي كنت كتقلب عليه. هذا العقار اللي كنتواجد فيه هو شقة اللي عندها جوج ديال الواجهات دو فاصاد، واللي زوين فيها هو الثمن ديالها، الثمن ديال 38 مليون وفيها ثلاثة ديال الغرف. تنبقاو معايا حتى الاخر باش غادي نكتشفوا هذا العقار، البلاصة، الموقع، المدينة وكل شيء. إذن غادي نبداو هنا من المدخل ديال هذا العقار هذا. إذن هذه هي الدخلة ديال لابارتمون، هي هذه. حاجة اللي كتل الانتباه وحنا داخلين الشقة، شوفوا معايا غير الكادر ديال الباب كي داير، شو الشومبرا شحال كبيرة، شو الكادر كي داير، شو الخدمة كي داير. دابا غادي نوريكم شي حوايج اللي هما تكنيك فين كاين الاختلاف وفين كاين الفرق. الكادر هانتوما شتوه بيبان، ماشي بيبان عاديين، بيبان كنهضرو هنا على لتر بيبان لي زوونين محققين. فاش كندخلو اون فاس معانا كنلقاو صالون، صالون كله مخدوم بالبلاتينة البيضاء ومخدوم بالفو بلافون والريدويات الكتريك. زيدكم حاجه اخرى قبل ما غادي نعبر الصالون، شوفوا معايا الالومنيوم، لان هادو شي حوايج لي تكنيك قلت غادي نوريهم لكم. الالومنيوم بروميير كاليتي، ورا الناس ديال الدومين عارفين شنو كنقول، راه ماشي اي حاجه. ها انتم شوفوا معايا، راه ما كنديروش اشهار الماركات ولكن راه باين لا كاليتي حتى ديال الالومنيوم اللي محطوطه. هذه الاولى كتشوفوا معايا لهيه دايرين واحد طابلو بالقبس باش دير فيه التلفازه. الدخله هي هذيك والدروج، هذه الشقه اللي كتواجد في الطابق الثاني وجاي على دوبل فوا. هنا كنهضروا بعدا على المدينه ديال مكناس. دوبل فوا قريبه من الطريق ديال الرباط. اللي بغى يشوف هذا العقار ويعرف البلاصه ديالو بالضبط ما عليه لا اتصال او التواصل مع افائل، معكم طارق. هنا راه الاشاره ديالكم. كما جرت العاده كنقوم بالعبار ديال الصالون مع السيجور شحال فيه، ولا هذا الصالون هذا شحال فيه. عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، تقريبا 64 سنتيمتر. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة. تاني هنا كنهضرو على الصالون اللي هو كاري، ماشي داك الصالونات اللي كيجيو غارقين طوال. هنا صالون كاري، والخدمة ديال هاد العقار خدمة اللي هي متقونة، ماشي خدمة ديال الأماتير، خدمة ديال المحترفين. هنا الدروج هما هادو، هذا هو البانو اللي قلت لكم مصاوب، هذا الشيء راه قبس، هذا البانو هذا راه كله بالقبس ومصبوغ بهذا اللون الذهبي. وكيتفرقوا عندنا كوزينه واحد الغرفه كاينه من داك الجهه، وعندنا هنا غرفه الاولى، الغرفه الاولى هذه غير ديال الوليدات، راه ماشي بيت النعاس، ماشي ديال الوالدين، هذه الغرفه ديال الوليدات. فيها الفو بلافون ديالها بديكور اللي هو سامبل ولكن جاي زوين. بلاصة ديال التلفازة ممكن تكون سيجور، غرفة تا هي المساحة ديالها راها مزيانة، ماشي غرف صغار. نحسبو المساحة ديال الغرفة، واحد جوج ثلاثة تقريبا 60 سنتيمتر. عاوتاني هنا واحد جوج ثلاثة 60 سنتيمتر. دايرين تا الزجاج ديالو دايرين صابلي، وكما شرحت لكم قبيله لا كاليتي ديال الالومنيوم راه باين الشغل وبين الخدمه. ندوزو نوريكم دابا الحمام. بالنسبه للثمن ديال هذا العقار هذا، الثمن ديالو هو 38 مليون 380 الف درهم. كيتواجد في دار اللي فيها ار بلس 2، عماره اللي صغيره ما كبيراش، ار بلس 2. انتما كتشوفوا معايا الطواليت، التوشيط راه هي لهيه، بديكوراسيون زوينه. كما قلت لكم جايه في الار بلس 2، على مقربه من طريق الرباط، على مقربه من سوبر مارشي ديال اتاق الداو. اللي بغى يشوف الموقع بالضبط بالضبط راه هذا هو العمل ديالنا. فمعكم طريق، راه وسط عقاري احترافي، الوكاله العقاريه ديالنا سميتها افائل. يجي ونمشي معاه يشوف هاد العقار هذا عن كتب عن قرب. بلاكارات راه كوليس بسكا زعما كيمشيو. هذا هو بيت الناس، بيت الناس كبير
تقريبا راه كاين حتى هو فيه العرض مع الطول ديال 1 2 3 4 تقريبا ديال الامتار على 3. هادشي زوين فهاد العقار هذا. المساحه فيه دابا الناس اللي كيتسناو يسمعوا المساحه، المساحه اللي كاينه في الاوراق 76 او 77 متر مربع. اذا فاش كنهضروا على الاوراق، اذا المساحه اللي كتسيق بدون احتساب الملك المشترك، بدون احتساب السواري، بدون احتساب بالكون، حتى المساحه اللي غادي تكون فيه حقيقه راه غادي تكون فيه تقريبا واحد 85 متر مربع، وبثمن ديال 38، وجاي على دوبل فوا، جاي على شارع كبير ماشي شارع صغير. كما قلت لكم هاد الشقه كاينه في الطبق الثاني. هاد البليصه ممكن دير فيها واحد الفاسك، ممكن تزيدو باسكو داير لانستالاسيون. وشوفوا معايا البلافون ديال القبس كيفاش مخدوم، هادو في لي كولوار كيفاش مشاو لي كولوار بالقبس. بقات لنا دابا واحد الغرفه اللي هي الصغيره، هي الغرفه الصغيره اللي في هذا العقار، هي هذه غرفه ديال الوليدات، ممكن تحمل ناموسيه صغيره ولا بيرو. وكاين خلاص لي فو بلافون هما هادو، ريدويات كيهبطو بلا ليمين بالضو كيما شرحت. دابا اخر شيء غادي نشوفوه هو المطبخ. المطبخ هو اللي جاي بواجهتين، جاي عندو البالكون ديالو راه كبير ماشي صغيور، وكيطل كيما قلت لكم على دوبل فوا. ومطبخ اللي ممكن الانسان يصاوبو ويقادو يديرو ايكيبي، ممكن انه يدفع مع مولشي، ممكن يدفع معاه باش يقادو ليه ويصيبو ليه، ولا ممكن هو بالطريقه ديالو يديرو بالخشب. مي اهم شيء في هذا المطبخ كما جرت العاده كنشرحو الحوايج الديتاي تكنيك، هو انه مصاوب على دار. لافابو ديالو ديال الماء راه داخل لداخل بلينتا مديوره، كاينين الريدو كيهبط بالضو، والبريزات كاينين في كل شيء. راه كنحاول ما امكن زعما نشرح داك الشيء اللي كنشوف بعيني مقارنه مع شنو كاين. وبالنسبه كاين البالكون هو هذا ديال الباب ديالو، بالكون مزيان باطلاله غزاله، ما كاينش الفيزافي، وكاينه دوبل فوا فين تيطل. اذا هذا العقار ديال اليوم، كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم. نعاود اهم الاشياء، هاد الشقه راه كتواجد في الطبق الثاني بواجهتين، المساحه اجماليه اللي كتفوت 80 متر مربع، وبثمن ديال 38 مليون. وممكن يكون هناك تفاوض ونقاش من اجل ثمن شيئا ما. اذا كان معكم طارق من قناه ديال افائر، كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا، والى اللقاء في عرض مقبل عما قريب.